وانا احلف ليه، النهارده جايبه لكم اقوى كبسوله على الاطلاق للتخسيس وانقاص الوزن، هتقضي على الدهون المستعصيه والمخزنه في الجسم، هتعالج معاكي السمنه حتى لو وزنك معدي 80 وال100 كيلو، هتخلصك من كل الامراض الناتجه عن زياده الوزن والسمنه، ليها دور مهم جدا في طرد السموم والشحوم والميه الزياده في الوزن. فوائد كبسولات زوريل، وهنتعرف كمان عن سعرها، عيوبها، اضرارها، كل حاجه عنها، فتابعوني للنهايه واشتركوا في قناتي حالا بالضغط على زر احمر زر الاشتراك، وفضلا وليس امرا لايك للفيديو. اول حاجه هنبدا بيها ايه هي فوائد كبسولات زوريل، عدي معايا. اول حاجه بتساعد الكبسولات الاصليه في زياده معدلات الحرق بالجسم بنسبه وتصل معاكي ل40%، بتعمل على سد الشهيه نسبه توصل معاكي ل60%، بتخلص الجسم من كل الدهون المخزنه والمتراكمه، بتعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائي، وبتنحت معاكي الجسم خصوصا منطقة الخصر بشكل جذاب، وبتخلصك نهائيا من ترهلات الجسم والبطن. بتساعد كمان في انقاص الوزن ما بين 9 ل11 كيلو جرام، بتخلص الجسم من السلوليت وبتمنع ظهوره في المستقبل، وبتمنع كمان تكون دهون جديدة في الجسم، بتزود من الأداء البدني، وبتحمي الجسم أو تمنح الجسم الطاقة والنشاط والحيوية، يعني على عكس الكبسولات الموجودة الأخرى اللي بتديكي إحساس بالتعب والإرهاق. مش بس كده، الكبسولات دي سهلة الامتصاص وبتمنع امتصاص الدهون من الأطعمة، فبالتالي بتتخلصي من كل الدهون المتراكمة. ليه كل ده؟ بفضل تركيبتها الآمنة، وتبقى موجودة فيها مجموعة من المستخلصات الطبيعية، أشهرها التفاح اللي بيعمل على زيادة الإحساس بالشبع لأنه غني بالألياف الغذائية اللي تديكي إحساس المعدة بالامتلاء والإحساس بالشبع، المانجو الأفريقي اللي بيعمل على تعزيز عملية التمثيل الغذائي فبالتالي بيؤدي إلى حرق الدهون، وكمان عندنا الكروميوم اللي بيحسن من نسبة الأنسولين وبيعزز التمثيل الغذائي للبروتين والكربوهيدرات، وغيرها وغيرها من المواد اللي حرفيا بتخليكي دايما حاسة بالإحساس بالشبع المبكر، وبتخليكي تاكلي كل اللي نفسك فيه ولكن بكميات صغيرة، فبالتالي بتأدي في النهاية إلى نقصان الوزن بشكل تدريجي. مهم ان احنا نتناول الجرعة زي الارشادات المرفقة مع المنتج، اهم حاجة نشرب معاها كمية كبيرة من المية للحصول على تأثيرها بشكل كامل، ونستعملها تحت اشراف طبي. نحاول ان احنا نستشير الطبيب في حال لو كنت بتعاني من اي حالة طبية مؤقتة او مزمنة، وعشان نعرف مدى مناسبة كبسولات زوريل الازرق الاصلي، هل هتناسبنا ولا لا. كمان لو كان عندك حساسية لمكون من مكونات الحبوب، استشير الطبيب الخاص بيك اولا، او تابع المتخصصين عشان تعرفي المزيد اكتر. حاولي ان انت ما تحفظوش في اماكن يكون فيها درجة حرارة عالية جدا او منخفضة جدا، تشتري او لا دي حاجة ترجع لك انت. انا بس حبيت اكلمكم عن ريفيو عنه من حيث مميزاته وعيوبه من رأيي ووجهة نظري فيه. طبعا عليكي عامل كبير قوي ان انت تلتزمي بعمل تمارين رياضية، تشربي كمية كبيرة من المية قبل تناول كل الوجبات، تحاولي تقللي من نسبة الاكل اللي بتاكليه، تحاولي تخلي وجبة العشاء خفيفة او قبل النوم ما لا يقل عن 4 ساعات. كل الحاجات دي حرفيا هتغير كتير جدا من ميزانك، وهتقللك وهتخليكي تخسي يوم عن يوم بيفرق.